العالم بتفصلنا حدود ومسافات، لكن بيجمعنا نفس الطموح وبتواجهنا نفس التحديات. التغير المناخي، الزيادة السكانية وغيرها. لكن التحدي الأهم والأكبر هو توفير الموارد واستغلالها بشكل يساعد على تنمية الإنسان ويحافظ على البيئة للأجيال اللي جاية. ولأن التحدي كبير كانت الفكرة. في ديسمبر 2015 يشهد الاقتصاد العالمي لحظة تحول بعد إعلان الصين بمشاركة 57 دولة تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واللي بيهدف لدعم الحكومات لتأسيس بنية تحتية خضراء مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة. AIIB plays a significant role in multilateral development with our high standard projects and modern governance. We finance infrastructure for tomorrow with a strong emphasis on mastering climate change and mobilizing private capital. خلال سنين قليلة من التعاون المشترك بين الأعضاء اللي وصل عددهم ل 106 دولة، قدر البنك يساهم في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية في أماكن كتير من العالم، واللي وصل عددها ل 233 مشروع بتمويل قيمته 44.6 مليار دولار في 35 دولة. كان طبيعي دولة بحجم مصر بتاريخها وثقافتها بوزنها السياسي والاقتصادي تكون عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ده غير إنها الداعم الأكبر للبنك في أفريقيا والشرق الأوسط بحصة تمويلية قيمتها 650 مليون دولار. القيادة المصرية اهتمت بأن مصر تبقى متواجدة في المحافل الدولية وخاصة الكيانات المالية الدولية وتوفير تمويل والمساهمة في التنمية، وخاصة المشاريع اللي هي بتبقى ليها نوع من التواصل ما بين القارات أو عبر الحدود الدولية. مصر كان شايفة إن دوت يتوافق تماماً مع أولوياتها ومع رؤيتها لتطوير البنية التحتية والربط مع العالم الخارجي ومع باقي القارات، خصوصاً إن مصر موقعها الجغرافي متميز جداً، هي بتربط ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا عندها قدرة أنها تلعب دور أساسي في الفكرة دي. تم إبرام عقد تمويل ما بين البنك الأهلي المصري وما بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سنة 2021. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بيستفاد من شبكة الفروع بتاعة البنك الأهلي المصري في جميع أنحاء الجمهورية، والبنك الأهلي المصري الحقيقة بيستفاد بالخبرات الواسعة اللي بيوفرها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مجال الدعم الفني وتقييم الأثر البيئي والمجتمعي للمشاريع اللي هو بيمولها. ولأن أهداف البنك تتوافق بشكل كامل مع توجهات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، كان التعاون بين الطرفين واللي نتج عنه مجموعة من المشروعات في قطاعات مختلفة بمساهمة من البنك وصلت ل 1.3 مليار دولار. Our largest portfolio outside Asia is in Egypt, and we are working on a pipeline of investment opportunities of this similar size. As part of this, we are financing large-scale renewable power, the Benban solar PV program, for instance, our first private renewable project in Africa. In addition, our Alexandria Bukir Railway gives an access to low-carbon public transport. We provide sanitation to hundreds of thousands of homes. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ساهم مع طاقة في تمويل مشروع بنبان العملاق، وده جمع 32 مطور عالمي شغل 16,000 فرصة عمل من الشباب المصريين، ومشروع بإجمالي استثمارات 2.2 مليار. يمكن ابتدى بطولة شغل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية معانا في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي سنة 2018-2019، وهو خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية. هذا المشروع بنتكلم على 178,000 وحدة سكنية يتم ربطها على المنظومة المتكاملة اللي احنا بنقول عليها. ده بالإضافة إلى أنه جاري العمل بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على عدد من المشروعات، منها تمويل غير سيادي مع بنك مصر لتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة بقيمة 300 مليون دولار، تطوير ميناء الحاويات بدمياط بقيمة 140 مليون دولار، إصدار سندات الباندا باليوان الصيني لإنشاء مشروعات خضراء مستدامة تصل قيمتها ل 500 مليون دولار.
بالرغم من أن مصر بتمثل نقطة مهمة في حركة التجارة بين أوروبا وأسيا وأفريقيا، إلا أن لحد سنة 2014 نصيب مصر من عمليات التجارة دي لم يتجاوز 1% بسبب ضعف البنية التحتية في الطرق والمواني. لكن بعد التاريخ ده اتغير الحال. حفرنا قناة السويس الجديدة اللي اختصرت زمن عبور السفن من 22 ل 11 ساعة في المجرى الملاحي الأهم في العالم. اتحركت الدولة بكامل قوتها وتبنت خطة قومية لتطوير قطاع الطرق والنقل والمواني بتكلفة 1.7 تريليون جنيه مصري. جددنا وسائل النقل البري ودخلنا وسائل حديثة زي المونوريل والقطار الكهربائي. بدأنا خطة تنمية شاملة في سيناء وبنينا أنفاق جديدة للربط بينها وبين باقي مناطق مصر علشان تكون جسر حقيقي بين الشرق والغرب. وعلشان نواجه تحدياتنا بنينا عشرات المدن، من أهمها العاصمة الإدارية الجديدة اللي رعينا فيها نسب المساحات الخضراء بالمقارنة مع مساحات المباني. ولتحسين ظروف المعيشة أطلقنا في 2019 مبادرة حياة كريمة اللي بتهدف لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات في مجال التعليم والصحة والنواحي الاجتماعية. خلال التسع سنوات الماضية استطاعت مصر أن هي تستثمر وبقوة شبكة قوية جداً من الطرق والكباري والأنفاق، وده بيؤهل مصر أنها تقدر تستقطب استثمارات إقليمية وأجنبية بقوة خلال الفترة القادمة. عندنا النهاردة الحقيقة برضو مواني ومناطق لوجستية بنيت على أحدث الوسائل ووفقا لأفضل المعايير، وعندنا كمان بيئة تشريعية بتساهم وبتدي مساندة كبيرة للمستثمر المحلي والأجنبي. من أكثر المزايا اللي موجودة في مصر والجاذبة للاستثمار المشروعات البنية الأساسية اللي بقت موجودة في كل أماكن جمهورية مصر العربية. الاستثمار في البنية التحتية بيهيئ المناخ لجذب استثمارات في عدة مجالات، وتهيئة العوامل المناسبة لجذب هذه الاستثمارات وضخها في الاقتصاد القومي. وجود قيادة وطنية واعية وعندها رؤية مع شعب عظيم زي الشعب المصري، احنا رسالة بنقولها مصر قادرة وهتكمل مشوار. مصر التاريخ، مصر الحضارة، أم الدنيا اللي علمت العالم، النهاردة بتفتح باب لتحقيق تعاون وشراكة حقيقية، والتنمية هي هدفنا.